النهارده معانا ابرز التفاصيل عن اللاعب عبد الرحمن الشنار، اسمه بالكامل عبد الرحمن بدر الشنار. ولد 5 اغسطس 1998، عمره 24 سنه. مركز اللاعب هو لاعب وسط وسعودي الجنسيه، يلعب حاليا مع نادي الشعيب رقم 15. اما عن مسيرته الشبابيه مع نادي النصر، اما عن مسيرته الاحترافيه مع نادي النصر سنه 2018 2022 ومع نادي الرائد اعاره سنه 2019 ومع نادي الكوكب سنه 2019 اعاره ومع نادي الدرعيه اعاره سنه 2020 2021 ومع نادي الجيل اعاره سنه 2021 2022 وايضا مع نادي الشعيب سنه 2022. اشكركم اعزائي المشاهدين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.